هذا الجسم الصحفي اللي هو اساسي ما يمكنش نتكلموا على اي ديمقراطيه. الشريف مسبقا باش ما يكونش واحد الفراغ مؤسساتي يعني وبتنسيق مع المجلس الوطني للصحافة مددنا لست أشهر. بالطبع كيف ما قلت في اللجنة وانتم حضرتوا للنقاش أخواتي الإخوان أن الموضوع هو موضوع تقني لأن خصنا نمدوا باش ما يكونش واحد الفراغ أولا، وغيكون نقاش آنذاك وأيام دراسية في البرلمان وخارج البرلمان باش نحدوا كيفاش نقدروا نقووا الدور ديال المجلس الوطني للصحافة يعني في المستقبل، يعني بالتعديلات يمكن اللي يقدروا يجيو من طرف الاخوان الاغلبيه او المعارضه او مشتركه او ديال الحكومه. وثانيا ترى النقاش ولو ماشي هو موضوع الساعه ان كيفاش نقدروا نزيدوا نقويوا الدور ديال الصحافه على الصعيد طبعا الوطني ولما لا الدولي، لان اليوم كيف ما كتعرفوا بلادنا خصها تكون عندها واحد الصحافه قويه. لو بوفوار ميدياتيك اليوم عنده واحد يعني واحد الدور مهم في التأثير ليس فقط وطنيا كيف ما ذكرنا قبيله ولكن دوليا، وباش نوصلوا لذاك المستوى اللي بغينا نوصلوا ليه خص طبعا نناقشوا كذلك كيفاش غنستثمروا في الصحافه. كنفضل نستعمل مصطلح استثمار في الصحافه لانه هو استثمار حقيقي بما فيهم الصحفيين، بما فيهم الصحفيين. هنا كنتكلموا ذكرت بان النقابات يعني ناقشنا معها داك لو سميك اللي كان ديال الصحفي واللي ما لا نطوروه. بالطبع حنا خصنا نشوفوا كذلك الراي ديال يعني المدراء الناشرين باش يكون واحد التوافق في هذا المجال، باش ماشي غير باش يدار سميك ما يتحترمش، خصو يدار ولكن نحترمه. ولكن بالطبع الناشرين غايقول لك خص دعم وخص استثمار من طرف الدوله، وهذا الشيء اللي غادي ندير ان شاء الله. حنا فاتحين هذا النقاش مع الاخوان والاخوات، مع الصحفيين، مع الناشرين، مع النقابه، مع المجلس الوطني للصحافه، باش يكون واحد الرؤيه شامله وكامله باش ان شاء الله نوصلوا لذاك المستوى اللي باغينه اولا الصحفيين راسهم، وبالطبع اللي باغينه المغاربه كذلك الصحافه الوطنيه. تمديد فرض نفسه مادام يعني الاجال ديال العمر هذا المجلس تم، كانت فرصه كذلك لخاصة التذكير أولا بالتأجيل بوضع القانون نفسه مباشرة عند الدخول المقبل، وفرصة كذلك للتذكير بدعم الصحافة والصحفيين على كل يعني بكل مشاريب ديالهم المكتوب المرئي المسموع وكذلك الإلكتروني. كانت فرصة اليوم للتذكير بالدعم اللي تتقدموا الدولة يعني للصحفيين والصحافة سواء كانت حزبية أو إذا الجميع مطالب. هذه مهنة هي سلطة رابعة ولكن كذلك هي مهمة دبلوماسية كبيرة، إذا أن نحاسب الصحفي على أدنى زلة لسان أو خطأ بسيط ولا نعطيه ما يكفي من دعم مادي ومعنوي الوصول للمبتغى. النقاش ديالنا كان انه ما خصناش نتساهلوا مع الفراغ. المفروض المجلس الوطني للصحافه كان خاصو يقوم بالواجب ديالو ويطبق القانون ويبقى داخل النص وليس خارج النص. اليوم كنا امام حاله فراغ. الحكومه قررت قرار كان صعب هو انه التمديد، وان كنا نرى في حزب الاستقلال انه هذا ليس حلا لكنه اجراء استعجالي من اجل فتح فرصه لتجديد مجلس جديد مهم تكون مهمه ديالو القدره على انجاز وتحقيق ما ورد من اختصاصاته الكبيره والمهمه والمؤثرة المنصوص عليها في المادة 2 من القانون ديال 90-13، لا سيما بالضبط الذاتي للصحافة بضمان حرية التعبير بالوساطة بالتحكيم بإبداء الرأي بالحضور القريب من كافة الصحفيين. عموما قلنا أنه رغم أنه إجراء صعب فقد صوتنا له، لكن لا ينبغي أن يكون قاعدة حتى لا نشجع منطقة الفراغ. الإجماع. شكرا.